مرحبا بأحلى المتابعات. في الفيديو هذه حبيت نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير أكسسوار للحجاب أو للشعر. الأكسسوار هذه خاص بالمناسبات. هذا هو شكله. طبعا الفكرة اللي قمت بها في تحضير هذا الأكسسوار ممكن من خلالها نصنع العديد من الموديلات والألوان على حسب يعني ملابسكم. قبل ما نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير هذا الأكسسوار، ما تنسيوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق والاشتراك في القناة. مشاهدة ممتعة للجميع. لصنع هذا الأكسسوار باش نحتاجوا إلى مجموعة من الأكسسوارات القديمة باش نقوموا بإعادة استخدامها. كما تشوفوا عندي مجموعة من القلادات باش نقوم بإعادة استخدامها. ممكن ايضا تستعملوا مجموعة من الخرز يعني اللي بويع جاهز، او حبيت اللولو اللاصقة مثل هذه، او الحجارة اللاصقة. طبعا ممكن تستعملوا اي شيء متوفر عندكم، مش ضروري تقوموا بشراء القطع هذه. العقود هذه او السلاسل هذه اعتقد انها كافية في تحضير الاكسسوار هذه. باش نحتاجوا الى ورقة بلاستيكية مثل هذه. باش نحتاجو الى غراء لتثبيت القطع. باش نستعمل هوني غراء E6000. الغراء هذه خاصة بالاكسسوارات لانها شفافة. ممكن ايضا تستعملوا السيليكون او مسدس الشمع. اول شيء قمت به هو قص الشكل. طبعا الشكل راجع لحسب رغبتكم، ممكن تقوموا برسم شكل مثل هذايا او شكل وردة على حسب يعني الفورمة اللي تحبوها. باش نقوم بنقل الرسم هذه على قطعة البلاستيك، باش نحتاج الى شيء يكون مذبب باش ننقل من خلاله الرسم على قطعة البلاستيك اللي عندي. نقوم الان بقص الرسم هذه. اذا هذا الشكل بعد القص. ملاحظه بالنسبه للاطراف هذه ما نخليوهاش مذببه، حاولوا دائما نقصوها بهذا الشكل، نخليوها مستديره قليلا. الان باش نقوم بقص الاكسسوارات هذه القديمه وباش نثبتها على الورقه. نشوفوا مع بعضنا الطريقه.
إذن هذا الشكل الأولي بعد تركيب السلاسل بشكل عشوائي. باش نقوم بإضافة سلاسل أخرى مكان الفراغات اللي موجودة، كما تلاحظون قمت بتحضير بعض القطع باش نثبتها بهذا الشكل. أيضا قمت بقص بعض اللولو أو الخرز كما تشوفوا هوني باش نثبتهم أيضا مكان الفراغات الصغيرة اللي مازالت موجودة. هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد انهاء عملية تثبيت القطعة. الان باش نقوم برش كمية صغيرة جدا من الجليتر. عندي هنا جليتر خاص بالمناكير او بالاظافر، ممكن تستعملوه او ممكن تستعملوا الجليتر العادي. باش نقوم برش كمية صغيرة جدا، طبعا الغراء مازالت ما جفتش عندي، لذلك باش نقوم بالرش مباشرة، يعني كمية صغيرة جدا، ما نحبش انا الجليتر يغطي على على الخرز اللي عندي، فقط باش يعطي لمعة صغيرة. نوريكم الشكل كيفاش اصبح. هنقر كما تشوفوا أصبح فيها لمعة جميلة. نخليها الآن تجف. إذن هذه القطعة أصبحت جاهزة الآن. لازمنا الآن نشوفوا طريقة باش نثبتوا بها القطعة هذه على الحجاب. في الحالة هذه ممكن أنتم تستعملوا شريط من الساتان، ثبتوا القطعة هذه على شريط من الساتان. طبعا لازم تستعملوا لون يكون يتماشى مع الاكسسوار اللي عندكم. ثبتوها بالطريقة هذه ومن خلال الشريط الساتان هذه ثبتوا الاكسسوار على الحجاب. ايضا ثم نوع اشرطة تكون هكيكة فيها خرز، ممكن تستعملوا دونتيل او ممكن تستعملوا الخيط هذا اللي يكون مطاطي يستعمل في صنع الاساور كما الاستيك كما تشوفوا، او ممكن تستعملوا سلسلة قديمة. ايضا انا باش نستعمل السلسلة هذه باش نثبتها خلف الاكسسوار. طبعا انتوما انا حيتني قررت في النهاية يعني استعمل السلسلة هذه، ممكن انتوما تثبتوا السلسلة في بداية العمل قبل ما تثبتوا القطع الكل، ثم تثبتوا القطع فوقها باش ما يقعدش يعني ما تقعدش بارزة من اسفل. انا باش اثبت السلسله هذه بهذا الشكل، باش خليها مفتوحه قليلا. طبعا انتم ممكن تحضروا سلسله باستخدام الخرز، تقوموا بتثبيت الخرز على اربعة خيوط او خمسة على حسب وتثبتوها بهذا الشكل كما تشوفوا، تعطينا شكل جميل. في الناحيه الاخرى باش نثبت الجزء هذا من السلسله، ممكن نثبتها من فوق ونثبت قطعه اخرى من الخرز مثلا. اوكي باش نقوم الان بتثبيتها باستخدام الغراء.
إذن كما تشوفوا هني هذا الشكل الأكسسوار أنا حطيته على رأس ابنتي، رأسها صغير نوعا ما، المفيد أنا حطيته هني باش نقدر نصور هذا شكله لما نقوم بارتدائه. إذا حسيتوا أنه البلاستيك ما هوش مرن وما يتمشيش مع فورمة الرأس، بكل بساطة باش تقوموا بتعريض البلاستيك للهواء الساخن باستخدام مجفف الشعر. كما تشوفوا شكله جميل ومميز. أتمنى يا ربي إنو الفيديو نال أعجابكم. ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق ونشر الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. كانت معكم منى المسلمي.